كل سنة السدود والمسطحات المائية والبرك تحصد المزيد من الأرواح. شفتو كي خرج من عندي ما قال لي يما راني رايح ونذوق نرجع. نهار اللي راح ما ولاش لي من ذاك النهار ما ولا قريتو كبرتو ومشى قطاي واليوم داتو قالوا لي بلا منين جيت خبر قالوا لي بلاك راه طاح في البراج وديه البراج واليوم الحمد لله اليوم نصبر واش ندير طال ربي وداري ربي اللي ما عنده وليد يرحم والديه يشدو وما يزيدش يصير حاجه كيما هذه واللي عنده وليد يزيدو يحكم فيه الماء تاع البراج فيه الاغصان بقايا الاغصان في بقايا الاشجار فيها الاوحال فيها بقايا الخردوات اللي يرميوها الناس على مستوى هذا الاماكن وبالتالي المواطن والشاب هذا لما يجي يعوم ما يقدرش يعرف روحه الى يقدر يعوم ويخرج ولا يقدر يعوم ويقدر يكون من المتوفين